النبي صلى الله عليه وسلم يجي له أبو هريرة ويقول له يا رسول الله، أمي يا رسول الله تذكرك بالسوء، وإذا ذكرت أمامها تقول فيك شيء كثير مش عايز يقول له، بتغلط فيك يا رسول الله. أبو هريرة بيبكي ويقول له يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع إيديه ويقول يا رب اهدي أم أبو هريرة. ما قالوش بقى اسم أمك إيه وكده، مش هو ضل ادعي أمي وخلاص، يا رب اهدي أم أبو هريرة. يقول فاستبشرت بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت إلى أمي فطرقت الباب فقالت يا أبا هريرة مكانك؟ فقلت ستهجو النبي زي ما هي. فقلت نعم حاضر واقف مكاني. ففتحت لي فقالت اسمع يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقول فعدت إلى النبي أبكي أقول يا رسول الله قد استجاب الله دعائك. فأثنى على الله وحمد الله، شوف شوف حالة المؤمن بعد إجابة دعاءه، الحمد لله الحمد لله. فأبو هريرة لما لقى الموضوع كده قال رسول الله طب عايز حاجة كمان، ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى المؤمنين ويحبب المؤمنين إلينا. فقال النبي اللهم حبب عبدك هذا وأمه إلى المؤمنين. يقول فما سمع بي مؤمن إلا وأحبني ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يا عم ادعي، ادعو يا أخوانا ادعي، وانت عارف ان ربنا ان شاء الله هيستجيب دعائك، ولو تأخر دعائك ان شاء الله مستجاب.